حياتي بشارك بأولمبيات الناشئين، طبعا هاي أعطتني دافع وخبرة كتير كبيرة لقدام، وطبعا أعطتنا إنه دافع كبير إنه نتأهل المرة الجاية، لأنه أجواء الأولمبيات كتير حلوة وتعرفنا على رياضات جديدة إحنا ما كنا نعرفها، وتعرفنا على صداقات جديدة من دول تانية، وكتير حلو الأجواء هون، وبتمنى إنها تنعاد إن شاء الله. القرية كثير كثير جميلة جدا، والزملاء كثير متقربين مع بعض، ويعني صاروا علاقات بينهم وبين المنتخبات الثانية، كل شيء متوفر لنا كلعيبة وكراحة يعني، وكل إشي فيها منيح مرتب منظم، تنظيم ممتاز يعني.